مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث، نخصصه اليوم للهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعد 46 يوما من الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 14 ألف قتيل والألاف من الجرحى والمصابين، وأتت على أكثر من 60% من مساكن غزة. لمناقشة محاور هذا العدد يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من روما الدكتور عامر سبيلة، وهو خبير استراتيجي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من مراكش الدكتور عبد الحكيم وادي، وهو أستاذ تسوية النزاعات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور وادي معنا. أبدأ معكم الدكتور سبيلة، هل هناك اليوم معلومات دقيقة عن التوقيت الحقيقي لبداية هذه الهدنة، وماذا في تفاصيلها؟ يعني هو التوقيت واضح، أننا نتحدث عن صباح يوم الخميس، ويعني أنا لو كنت أريد أن أصنف فإن الإسرائيلي يعني آخر شيء يريده أن تتم يعني هذه الصفقة عبر صفقة سياسية أو تحرير الرهائن عبر صفقة سياسية. هو سعى في الأسابيع الماضية لتثبيت فكرة ورواية قدرته على تحرير الرهائن، ورأينا أيضا كيف كان هناك تصعيد كبير في موضوع مستشفى الشفاء وما بعدها، والفيديوهات التي قام الجيش الإسرائيلي بعرضها، يعني التركيز على آثار وجود الرهائن في هذه المناطق، لأنه كان يعتقد أنه من المهم جدا بالنسبة له لاستعادة هيبته العسكرية والاستخبارية، على الأقل أن يقوم بتحرير لو عدد محدود من الرهائن. الجزء الثاني اليوم أنه واضح أن الضغط الأمريكي هو الذي يصل بالإسرائيلي إلى هذه النقطة، نقطة قبول أن تتم هذه الصفقة عبر صفقة سياسية، أن يتحرر الرهائن عبر فكرة الهدنة. وبالتالي حتى الأمريكي اليوم يجد أن تطبيق الهدنة الإنسانية لا يمكن أن يتم إلا عبر بوابة تحرير الرهائن، التي هو نفسه يعني سعى إليها ويسعى جاهدا لأخذ مواطنيه الموجودين حاملي الجنسية الأمريكية. لهذا أعتقد أنه يعني في النهاية بعد 46 يوم استنفذت إسرائيل تقريبا كل الفرص لإنجاز فكرة تحرير الرهائن، وبالتالي ذهبت الكرة إلى الملعب الأمريكي وأصبح أكثر خاضعة أكثر لرؤية الولايات المتحدة. لكن هذا طبعا يجب أن يكون واضحا أننا لا نتحدث عن نهاية المعركة، الإسرائيلي سيستمر بها. الإسرائيلي حاول أن يضيق الشروط للحد الأكبر، وبالتالي أن يربط تحرير الرهائن بتحرير أو بإخراج فلسطينيين من السجون الإسرائيليين، وبالهدنة الإنسانية المحدودة بالوقت وبالمكان الجغرافي وبطريقة تسليم المساعدات. لهذا أعتقد أن هذه يعني لا يمكن تصنيفها في هذه المرحلة إلا أنها بداية خجولة لفكرة تطبيقات الهدنة، قابلة للانهيار في أي لحظة، لأنه لا أعتقد أن الإسرائيلي اليوم سيسعى إلى ترك فرصة استهداف حماس والإكمال والإجهاز على قادتها، وبالتالي يعني نحن أمام أي منعطف يمكن أن يعيدنا إلى مرحلة انهيار هذه الهدنة، خصوصا أيضا أن موضوع الرهائن وحياتهم وعددهم حقيقة غير معلوم للجميع. يعني اليوم تبدأ مرحلة بناء الثقة بعدد معين، لكن فعليا لا أحد يعلم كم بقي من الأحياء لدى حماس، وبالتالي الإسرائيلي سيسعى إلى إضعاف هذه الورقة بقدر يعني ما يستطيع في المرحلة القادمة. طيب دكتور سبيلة، هل هناك اليوم معلومات أكيدة عن تفاصيل هذه الهدنة بدقة، وإن كانت هذه الهدنة حتى الآن تعتبر حسب المراقبين وهم يؤكدون على ذلك أنها ستكون هدنة هشة كما تفضلت أنت كذلك؟ هي واضح أنها نستطيع أن نسميها أول هدنة تسعى الولايات المتحدة من خلالها لفكرة بناء الثقة، ستكون بلا شك لمدة محددة يعني لا تتجاوز الأربع أيام، وفي مناطق جغرافية معينة، وهي ما يمكن تفسيره تهيئة الظروف لتبادل يعني أو لإخراج الرهائن، تهيئة الظروف. هل هناك اتفاق على عدد الرهائن التي سيتم تبادلها دكتور؟ الحديث يتم اليوم عن 50. لدى الإسرائيلي اليوم الأولوية أن تكون للأطفال وكبار السن،
لكن في هذه المرحلة هو يعني الحديث كان عن 13 طفلا مصنفا من 14 عام إلى 9 شهور. هذه يعني بالنسبة للإسرائيلي كانت الأولوية الحصول على هؤلاء الأطفال وأمهاتهم، ومن ثم يعني يبدأ الحديث في مرحلة أخرى عن الآخرين. الولايات المتحدة تريد رعاياها وهي ستضغط بأن تحصل على رعاياها. حماس بلا شك ستناور حتى الرمق الأخير بهذه الورقة، وهي تعلم أن استلام الولايات المتحدة لرعاياها يعني قد لا يجعل الولايات المتحدة تصغي لهذه الفكرة مجددا. الإسرائيلي اليوم دخل هذه الحرب يعني بفاتورة دم كبيرة، يعني أكثر من 1500 قتيل، وبالتالي هو لا يريد أن يخضع لابتزاز سياسي ولا يريد أن يوقف حرب يعتقد أن الرهائن يمكن أن تضعف أو ورقة الرهائن يمكن أن تضعف. ولكن الاتفاق أصبح على 50 عدد هؤلاء في المرحلة الأولى يسلموا على دفعات، وبالتالي محاولة أخرى من حماس لإطالة أمد هذه الهدنات في كل أسبوع كل 10 أيام، الحصول على قسط من الراحة، الحصول على مساعدات إنسانية، محاولة استثمار هذه الورقة حتى الرمق الأخير. لكن أعتقد أن الإسرائيلي بعد هذه المرحلة إذا استطاع تحرير الأطفال في هذه المرحلة يمكن يعني أن يبدأ يتحدث بطريقة مختلفة، خصوصا أنه سيسعى حتى دخول الهدنة إلى القيام بعمليات نوعية، سيسعى إلى توجيه ضربات كبيرة. وأعتقد أن الموضوع الاستخباري والعمليات الاستخبارية لن يتقيد بها في حال حتى استمرت الهدنة، لأنه واضح أنه يريد أن يحقق أي إنجاز باستهداف إما قادة حماس أو بالوصول إلى الرهائن، وخصوصا أيضا العسكريين الذي يصطلح بتسميتهم اليوم الأسرى، الوصول لهم عبر عمليات عسكرية. وبالتالي هو لن يضيع فرصة في فترة الهدنة أن يقوم بأعمال استخبارية كبيرة. لهذا أعتقد أنه هذا ما يجعلنا نرى أن الضوء الأخضر لفكرة استمرار الحرب وأن عدم الحديث عن إنهاء الحرب عبر بداية هذه الصفقة هو في النهاية يعني أننا سنعود في أي لحظة إلى مربع المواجهة. طيب دكتور سبيلة، إذا تفضلت نريد أن نعود إلى مسار هذه المفاوضات التي أفضت إلى هذه الاتفاقية، كيف تم التوصل إليها؟ ما الذي رشح من أخبار حتى الآن بشأنها؟ يعني هي بدأت الحقيقة بعد الأسبوع الأول من العدوان، يعني وكانت بالذات قطر تسعى أن تكون يعني بوابة لهذا التحالف. كثير من الدول دفعت بهذا الاتجاه. كان الجزء الأول هو العالقين حاملي الجنسيات الأجنبية العالقين على معبر رفح. الجزء الثاني كان موضوع الجنسيات الأخرى الموجودة لدى حركة حماس. فكانت يعني تحولت الدوحة إلى محج سياسي للكثيرين، هو الأمر الذي رشح الدوحة أن تلعب بهذه المساحة في فكرة التفاهمات مع حركة حماس باتجاه الجانب الإنساني. وإذا تتذكري في البداية تم إطلاق سراح رهينتين لقطر لتخفيف الضغوط التي كانت تعاني منها قطر، ورهينتين لمصر بسبب الضغوط التي كانت تعاني منها أيضا القاهرة. هذا نقلنا إلى مرحلة متقدمة في فكرة استثمار الولايات المتحدة للدوحة في موضوع تحرير الرهائن وتحرير خصوصا حاملي الجنسية الأمريكية. الإسرائيلي في ذلك الوقت كان رافضا، كان جزء لكن كان رافضا، لأنه كان يعتقد أنه الفصل بين الجنسية الأجنبية والجنسية الإسرائيلية سيقود إلى أزمة معمقة في الداخل الإسرائيلي. كان رافضا لهذا الحديث، كان رافضا أن تتم صفقات مباشرة مع حماس خصوصا للجنسيات الأخرى بما فيها الأمريكية، واعتبر أنه لا يمكن القبول بهذه الجزئية. لكن على أرض الواقع كان يسعى هو في خطته اليوم، خطة المراحل التي يقوم بها، ضرب البنية التحتية، خلق أزمة إنسانية، والانتقال إلى مواجهة حماس على الأرض. ونحن الآن يعني قد نكون على أبواب هذه المرحلة الأخيرة، مرحلة حرب الشوارع بالنسبة للإسرائيلي. هو أعتقد أن المماطلة وفكرة توجيه هذه الضربات يمكن أن تساعد على تحقيق فكرة تحرير الرهائن. لكن في الواقع الجانب الدبلوماسي يعني الذي سعت أيضا قطر له في الفترة الأسابيع الماضية أن تغلف نفسها بالجانب الإنساني، أن تسعى يعني مع الولايات المتحدة لإيجاد صيغة لهذا الحل، أعتقد في النهاية بعد مرور أكثر من 6 أسابيع على هذه الحرب أفضل أن تكون هي الحل المنطقي والواقعي الذي فرض نفسه. طيب دكتور سبيلة، بعد 46 يوما من هذه الحرب، ما الذي حققته إسرائيل فعليا؟
يعني هو إسرائيل اليوم تدخل حرب غزة بصيغة مختلفة عن أي حرب سابقة. صيغة حرب غزة سابقا كانت لأيام معدودة ومن ثم تقف هذه الحرب ويعود الجميع إلى الدور الاستخباري والعمليات وحماس تعود إلى وضعها الطبيعي. اليوم ما يتغير هو معادلة المواجهة هذه. إسرائيل اليوم أمام حرب مفتوحة بالدعم العسكري، مفتوحة بالوقت، وبالتالي هي حاولت منذ اليوم الأول أن تسوق فكرة الحرب طويلة الأمد، أسابيع طويلة، يعني قد تصل إلى 3 شهور. هي لم تتحدث عن عملية سريعة أبدا، وبالتالي هناك عمل منهجي بالنسبة للإسرائيلي في موضوع غزة. بدأ في فكرة إعادة رسم جغرافيا غزة باعتبار أن العمق الأمني الإسرائيلي اليوم لابد أن يشمل شمال غزة، وهذا ما شاهدناه في فكرة ضرب البنية التحتية بصورة وحشية ومحاولة تفريغ غزة من سكانها ونقلهم باتجاه ودفعهم باتجاه الجنوب. هذا كان واضح أنه في 3 أسابيع الأولى كانت تسعى إسرائيل لهذه الجزئية. الجزء الثاني هو تقطيع غزة، أوصال غزة من فكرة الترابط ما بينها، والتهيئة لفكر يعني فرض طوق على مناطق الكثافة السكانية ومناطق تواجد حماس. وأعتقد أنه بعد 6 أسابيع استطاعت هي أن تقوم بذلك، لكن الكل يعلم أن المرحلة الأخيرة هي المرحلة الحاسمة، هي المرحلة الأهم، وهي فكرة مواجهة حماس التي هي فعليا ليست جيش بل هي تتقن فكرة حرب الشوارع، وهي قوتها موجودة تحت الأرض وليس فوق الأرض، وبالتالي قد نكون أمام المرحلة الأخيرة بعد هذه الهدنة. طيب سأعود إليك لاحقا إذا تفضلت الدكتور لتحدثنا عن تفاصيل هذه المرحلة الحاسمة كما تسميها. أنتقل مباشرة إلى الدكتور عبد الحكيم وادي. أهلا بك دكتور معنا. إذا هدنة من 4 أيام، كيف ستستفيد منها إذا صح التعبير حماس؟ كيف ستستفيد من هذه الهدنة وما الذي سيتغير بالنسبة إلى الغزاويين؟ مساء الخير لك وللمشاهدين في كل مكان. طبعا هذه الهدنة هي تعتبر وقف اطلاق النار لمصلحة المقاومة الفلسطينية التي سجلت خطوة للأمام في تبادل أسرى 50 أسير من الإسرائيليين مقابل 150 أسير من الفلسطينيين، النساء والأطفال أقل من 19 سنة الموجودين في السجون الإسرائيلية. المكسب هو إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من 47 يوم من القصف. هناك العديد من القنابل التي قد دمرت أكثر من 250 ألف منزل في قطاع غزة، ويقدر القنابل التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة تعادل 3 قنابل هيروشيما التي استخدمت في اليابان. وجهت لك هذا السؤال لأنه عندما كانت النقاشات والمفاوضات دائرة قيل إن الهدنة لا يمكن أن يسمح بها لأنها ستكون في مصلحة حماس، لذلك سألتك هذا السؤال، كيف ستستفيد حماس من هدنة كهذه؟ كيف ستستغل الأيام الأربعة المقبلة؟ أولا حماس وضعت شروط معينة أنه لا يتم اعتراض أي من السكان الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب من حق حرية التحرك في ال4 أيام، من حق هؤلاء الذين هجروا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب أن يعودوا وأن يروا ما حصل في منازلهم وأن يروا أبنائهم الذين بقوا تحت الأنقاض. هناك 14500 شهيد حتى اللحظة، هناك 30000 جريح، هناك 7500 تحت الأنقاض غير معروف هل هم أحياء أم هم جرحى أم الأطفال الذين قتلوا أم النساء. كل هذه الأمور تساعد إنسانيا، حتى هناك 800 ألف من السكان في شمال غزة يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية. هناك مستشفيات قد أغلقت بسبب البطش العسكري والدبابات التي تتمركز على أبواب تلك المستشفيات مثل مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي. هذه طبعا في صالح حركة حماس وفي صالح حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة التي تشارك في هذا القتال المستمر منذ 47 يوم. بالنسبة للمقاومة ما الذي سيتغير بالنسبة إليها خلال الأيام الـ4 المقبلة؟ هل ستستعد بصورة مغايرة لهذه العمليات العسكرية مثلاً؟
المقاومة لديها خبرة منذ عدوان الإسرائيلي على غزة عام 2009 و2012 و2014 و2021، وتعلم أن نتنياهو كاذب ولا يوثق في اتفاقاته، وهو لا يلتزم بالاتفاقات أصلا. فبالتالي المقاومة ستستعد ونفسها طويل، وقد أعلن ذلك الناطق باسم كتاب القسام، وحتى أعلن إسماعيل هنية أن إسرائيل إذا حاولت الضغط على هؤلاء المهجرين قصرا في الجنوب باتجاه أن تعود كافة الجنوب نحو الشمال وممارسة الجرائم والإبادة الجماعية ضدهم، لن نقبل بهذا الأمر. وأتصور أن هذه الهدنة هي باعتبارها إنقاذ إلى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الذي هبط من الشجرة. في الأول رفع هناك أهداف عالية أنه سيقضي على حماس وقال أنها داعش، الآن هو يتفاوض مع حماس. إذن كل الشعارات التي رفعها سقطت. 47 يوم لم يحقق جيش الاحتلال أي إنجاز، لم يجد أنفاق، لم يجد الأسرى الذي بحث عنهم وقال سوف يخرجهم بقوة السلاح وبالقوة الخشنة. إذن الآن عاد مرة جديد تحت عوامل عديدة، منها ضغط عائلات الأسرى في إسرائيل على رئيس الوزراء والمظاهرة التي مكست 5 أيام للمطالبة بالإفراج عنهم. أيضا هناك ضغوطات دولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي ضغطت باتجاه إخراج المواطنين الأمريكيين، واليوم كان تصريح إلى بلينكين وزير الخارجية الأمريكي أننا بصدد ضمان سلامة الأمريكان في الخارج، وأنه يتمنى أن يكون هناك كما ورد في القائمة 3 أسماء من الأسرى في غزة الذين يحملون الجنسية الأمريكية. وهذا الأمر يعتبر خطوة للأمام في اتجاه الطرفين، أن ربما أن تكون هناك هدنة إنسانية مستقبلة تكون أكثر في الأيام، وأن يكون هناك اتفاق شامل على الأسرى، ما تبقى من الأسرى العسكريين والجنرالات المحجوزين في قطاع غزة، وبالتالي تبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين في الاتجاه الآخر. هذا كله خاضع إلى النقاش حاليا. هناك ضمانات أمريكية بعدم التعرض إلى الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، تحديدا النساء والأطفال، لأن هناك 221 أسير من مدن الضفة الغربية، هناك 74 من القدس، هناك 5 فقط من غزة. إذن هذا إنجاز للمقاومة، وهذا يعتبر يعني نصر جزئي، وأتصور أنها ستكمل قطر في التوسط ما بين الطرفين بمساعدة مصرية وبمساعدة أمريكية، وهذا هو المطلوب الآن. ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني هو وقف إطلاق النار بشكل كامل والعودة إلى المفاوضات عبر الوسيط القطري والمصري والأمريكي، إلى إنهاء موضوع الأسرى وإلى إنهاء ما يحصل من مجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة. طيب أعود إليك دكتور عامر السبيلة، قلت إن هذه الحرب ستدخل مرحلة حاسمة، هذه المرحلة الحاسمة ما هي مقوماتها ولماذا سميتها بالحاسمة دكتور؟ يعني حاسمة لأنه الإسرائيلي كان واضح أنه يسير بعمل ممنهج في فكرة كما تحدثنا المراحل. المرحلة الثالثة كانت هي اختصاص حماس، يعني وهي التي كان يتوقع فيها فكرة المواجهة المباشرة مع حماس، لأنه فعليا هو أصبح على الأرض. واليوم عندما تتحدث عن اجتثاث حماس كهدف إسرائيلي، يعني في النهاية أن كل ما جرى من ضرب لبنية تحتية ومن تمهيد وحرق أرض ووصول إلى هذا الرسم والتقطيع لغزة، كان هدفه في النهاية مواجهة حماس. وبالتالي هذا كان يفترض اليوم، أن لولا الهدنة أعتقد أنه كنا على بعد فكرة زيادة المواجهة وشكلها المباشر، وبالتالي تكبد الإسرائيلي لخسائر كبيرة متوقع، وهذا نوقش في كابينة الحرب الإسرائيلي، والإسرائيلي يعلم أنه ليس في نزهة وأنه سيدفع ثمن كبير، لكن في النهاية هو يريد هذه المواجهة ويصر عليها. هذه نقطة قوة حماس. كل ما جرى في السابق يعني هو فعلياً جعل مشكلة كبيرة لحماس، لأن حماس لم تعتد على حرب من هذا النوع. هي أولا المدة مفتوحة، وهذه بالنسبة لحماس يعني مشكلة. الحالة العزلة التي تشكلت في المنطقة بالنسبة لحماس أيضا مشكلة في فكرة التموين والتمويل وإعادة يعني الذخيرة إلى آخره، كل هذه الأمور. الأزمة الإنسانية التي خلقها في الداخل كبيرة جدا،
وعدم تفعيل فكرة وحدة الساحات بالطريقة التي كانت يمكن أن تخفف الضغط على حماس عبر جبهات أخرى، وبالتالي يعني أصبحت حماس في مواجهة طويلة الأمد وحيدة ومعزولة، والإسرائيلي يعتقد كان أنه سيصل عبر هذه الأسابيع إلى فكرة مواجهة إضعاف حماس لحد يستطيع أن يواجهها دون أن يتكبد خسائر كبيرة، مع العلم أنه هل يصر أضعف أنه حماس سيكسب دكتور الكثير. سبيلة بالنسبة إليك؟ يعني هو فعليا كل المعطيات التي قلناها في النهاية، المواجهة مع حركة حماس بمناطق قوتها لم يحدث إلى الآن، لكن فعليا ما جرى كله هو بلا شك يشكل عوامل إضعاف كبيرة، سواء عندما نتحدث عن شكل غزة الحالي، هذا السلاح المستخدم، الدعم اللوجستي الأمريكي والاستخباري، استخدام فكرة عزل حماس وعزل غزة بهذه الطريقة، وتحويل أيضا الكارثة الإنسانية في غزة لحالة عبء كبيرة على حماس. إذا أنت تتحدثي عن معركة ليست قصيرة الأمد، وبما أننا ندخل في الأسبوع السابع إذا نتحدث عن معركة طويلة الأمد. لا أعتقد أنه يعني بالنسبة إليك حماس ستستمر مساعدة طويلا فريق. دكتور سبيلة؟ يعني الآن هناك نقطة واحدة يمكن أن تجعل هذه الحرب تنتهي، وهي فكرة رفع الكلفة الأمنية والسياسية على الإسرائيلي. الآن الكلفة السياسية بدأت ترتفع بسبب تغير الرأي العام العالمي، بسبب أيضا مواقف الولايات المتحدة التي تضطر في بعض الأحيان إلى التنازل إلى حد معين، وهو ما يختلف ويتنافى مع بداية هذه الحرب حيث كان الضوء الأخضر كاملا. هذه فكرة الهدن هي تريد أيضا الولايات المتحدة من خلال يعني على الأقل أن تعدل المزاج الدولي، ودعينا يعني نرى أن معظم الدول التي أعطت ضوء أخضر للإسرائيلي في هذا الحرب اليوم تتغلف هي أيضا بالجانب الإنساني، وتحاول يعني أن تقوم بخطوات إنسانية، إرسال مستشفيات عائمة، إخراج جرحى من غزة، تقديم مساعدات إلى آخره. يعني الجانب الإنساني بدأ اليوم يتحرك، لكن ما زلنا نتحدث عن جانب إنساني ولا نتحدث عن وقف حرب، لأن نعم الموضوع المتفق عليه إلى هذه اللحظة، الموضوع المتفق عليه مع الولايات المتحدة اجتثاث حماس. إذا أنت تتحدث اليوم أن الأمريكي بدأ لم يغير رأيه في موضوع غزة ما بعد حماس، وبالتالي ما زالت فكرة هذه المواجهة مستمرة. وأعتقد أنه إذا بدأ يعدل الميزان في الجانب الإنساني بأنه يقدم اليوم أو يقوم بخطوات تساعد على تخفيف هذه الكارثة الإنسانية، وكأنها أيضا تصريح بالانتقال إلى مواجهة حماس فقط دون المدنيين، وهذا أعتقد ما يسعى له الإسرائيلي أيضا في المرحلة القادمة. طيب دكتور وادي، ما أتمنى أنك معنا الآن، أريد أن أسأل من قبل سألنا الدكتور سبيلة عن رأيه فيما حققته إسرائيل إلى الآن، ما الذي حققته المقاومة إلى الآن؟ تصور أن المعركة هي مع الشعب الفلسطيني وليس مع فصيل معين، لماذا؟ لأن الشعب الفلسطيني يخضع تحت الاحتلال منذ 75 عام، وبالتالي الشعب الفلسطيني يطمح إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، فبالتالي هناك توصية من الأمم المتحدة 14-15 عام 1960، من حق الشعب الذي يخضع تحت احتلال أن يحارب الاحتلال بجميع السبل بما فيها القوى الخشنائية المسلحة. إذن ما حققته إسرائيل لم تحقق أي شيء سوى تدمير المنازل على رؤوس من فيها، سوى استعراض العضلات بالقنابل التي وصلت لها كجسر جوي من أمريكا، وقد صرح بذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استخدم أكثر من 32 ألف طن في غزة من المتفجرات قد أسقطها على رؤوس المدنيين، قتل أكثر من 5000 طفل، قتل أكثر من 4000 امرأة، هناك 15400 شهيد، هناك 30 ألف جريح. هذا ما نراه من الإنجازات اللي حقق، أما من جانب عسكري لم يحقق أي شيء، بالعكس أنه اعترف حاليا بمقتل 70 ضابط وجندي. إذا ما هو الفرق بين هؤلاء الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في أن غزة أسأل عن مكاسب المقاومة وبين إذا تفضل الأسرى؟ دكتور وادي، نعم، بالنسبة إليك المقاومة هل حققت شيئا في هذه الحرب؟
المقاومة بالطبع، المقاومة تدافع عن قضية عادلة، والمقاومة من حقها أن يكون نفسها طويل في طرد الاحتلال، ولا بد من طرد الاحتلال. من هو متعود على الهزائم لن يقبل بالنصر. بالطبع هناك فرق كبير ما بين قوة المقاومة في غزة وبين قوة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكيا والمدعوم العديد من الدول الأوروبية الاستعمارية التي لا تريد لهذا الاستعمار أن يسقط بعد أكثر من 100 عام من التخطيط لوجوده في منطقة الشرق الأوسط في الوطن العربي. ما حققته حماس أن كانت قضية فلسطين منسية، وتريد إسرائيل أن يكون هناك غزة عبارة عن قناة بن غوريون كما جاء بالصورة في الأمم المتحدة مؤخرا في شهر سبتمبر من هذا العام، وقال سوف يكون هناك ممر آمن لقناة جديدة اسمها بن غوريون بديلة إلى طريق الحرير التي تريدها الصين. كان هناك مخطط بإزالة غزة وتهجيرها إلى سيناء منذ القدم وما زال قائما. هناك وزير إسرائيل متطرف من حزب بن غفير يقول على نتنياهو أن يستخدم القنبلة النووية ضد قطاع غزة. هذا التطرف أيضا ينحو باتجاه الضفة الغربية الذين يدعون إلى طرد سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو الأردن، وهذا ما قاله الأردن أنه أي ترحيل قسري إلى المواطنين الفلسطينيين من السكان الأصليين في الضفة الغربية والقدس نحو الأردن سيكون حالة إعلان حرب. المقاومة حققت الكثير والكثير. العالم الآن كله متعاطف مع قطاع غزة ومع فلسطين في البداية، لأن القضية فلسطين وليس قضية قطاع غزة. القضية المسجد الأقصى الذي كان سيهدم ويبنى عليه الهيكل، قد أحضروا الخمس بقرات حسب العرف الصهيوني عندهم بحرق هذه البقرات الخمسة حمراء اللون، ونثر ذلك الغبار لهدم المسجد الأقصى. لقد شهدنا الاعتداءات على المسجد الأقصى، شهدنا التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى. القضية ليست حماس، القضية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. قبل أن يكون 7 أكتوبر وعملية طوفان القدس قتل أكثر من 120 شهيد. الآن في بعد عملية طوفان الأقصى في الضفة الغربية قتل 240 شهيد. ما ذنبهم؟ ما ذنب هؤلاء الاقتحامات اليومية إلى مخيم جنين وإلى نابلس وإلى طول كرم وإلى عقبة جبر في أريحة؟ القضية ليس قصة حماس. القضية أن نتنياهو يريد الانتقام من الشعب الفلسطيني لأنه يعرف أنه وضعه السياسي قد انتهى. هو رجل. طيب سأعود إليك لنتناقش سويا عن التكلفة السياسية لهذه الحرب في الداخل الإسرائيلي. أنتقل قبل ذلك إلى الدكتور مختار غباشي، أرجو أن تكون معنا الآن. معك وسعيد. أهلا وسهلا بك دكتور. إذا نحن نتحدث عن هدنة الأربعة أيام، ونعرف أن مصر لعبت دورا في التوصل إليها. ليتك تجمل لنا تدبير القاهرة لهذا الملف منذ بدايته، وما هو الدور الذي لعبته في التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية؟ نعم، تحياتي ليك وتحياتي للجلوب. نعم بك. لتأخذ المداخلة لانقطاع الكهربائي وانقطاع النت في ذات التوقيت. مصر بذلت جهد كبير بالنسبة لهذه القضية وكانت حاضرة. أعتذر منك دكتور غباشي، سأعود إليك لاحقا لأن الصوت لا يصلنا واضحا كما تعودنا عليه في الحلقات السابقة. سنحاول تصحيح هذا الخطأ التقني، هذا الخلل. دكتور عامل سبيرة، أعود إليك. نحن نتحدث عن الرأي العام العالمي، وقلت إنه لعب دورا كذلك في التوصل إلى هذه الهدنة. هل هذا الرأي العالمي كان فعلا حاسما في هذه المسألة؟ هل تغيرت فعلا وجهات النظر باتجاه هذا التعاطي الإسرائيلي خاصة مع هذه الحرب؟ يعني هنا يجب أن نفرق فعليا. نعم، على الصعيد الشعبي يعني هناك تعاطف، الصور تصل، هناك تغير، لكن لا يجب التعويل كثيرا على أن هذا التعاطف كان قادرا على تغيير السياسات، لأنه السياسات كل الدول الداعمة لهذه الحرب لم تتغير نهائيا
على الأرض. لكن هناك الجزئية التي تحدثنا عنها، أن الجانب الإنساني، الكل اليوم يريد أن يرسل مستشفى عائماً، يرسل مساعدات، أن يدعو إسرائيل للتهدئة، لتجنب المدنيين. نتفق على اجتثاث حماس، لكن يجب أن نتجنب المدنيين. هذا الخطاب الفرنسي. ولكن هل هي اليوم نية صادقة دكتور سبيلة بالنسبة إليك، وإن أو إنها فقط خطوات كأنها رفع العتب، لأن الضمير الإنساني يسائلنا كذلك جميعاً؟ نعم، هي أولا جزء منه أن الفاتورة، فعلا الفاتورة الإنسانية مكلفة جدا ومرعبة، وما نراه يعني غير مسبوق. وللأسف يعني في النهاية الكل يعلم أن استمرار هذه الحرب لن تنهي هذه المأساة، وبالتالي كان من الأفضل الضغط على إنهاء الحرب أو وقفها، لكن للأسف يعني وصلنا إلى هذه المرحلة. الجزء الثاني، هناك خشية أيضا من استغلال البوابة الإنسانية للبحث في فكرة تدويل غزة. تدويل غزة بمعنى أنه في النهاية هناك كارثة إنسانية تشكلت، لابد من وجود حلول. هذه الحلول لابد أن تكون ذات طابع دولي، أي أنت بحاجة لمنصة أو مظلة دولية، الأمم المتحدة وهذه الدول كلها التي تشعر يعني أن يجب أن تقوم بدور إنساني. وبالتالي ننتقل إلى فكرة التعامل مع غزة دوليا من الجانب الإنساني، وهذا فعليا سيؤسس لفكرة من سيدير غزة بعد حماس، وهو ما ترغب به الولايات المتحدة. ما هي إكراهات هذا التدويل دكتور؟ يعني هو إخراج حماس من غزة، وانتقال غزة إلى أن يكون القرار والإدارة أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية منه إلى أي رؤية أخرى. لهذا تحدث الإسرائيليون. هذا التدويل بالنسبة إليك دكتور، عفوا على المقاطعة، ولكن هذا التدويل كيف سيكون أثره على القضية الفلسطينية وعلى الصمود كذلك؟ يعني هو القضية الفلسطينية أولا، يعني انظري، في عز الحرب كان الأمريكيون يتحدثوا أن هناك فرصة اليوم للعودة لفكرة حل الدولتين، لكن ما هي حل الدولتين وما هو شكل هذه الدولتين؟ يعني في النهاية وكأن صفقة القرن التي رفضت سياسيا، هناك من يرغب اليوم بفرضها بالقوة بطريقة أو بأخرى. الجزء الثاني هو هل تعود السلطة الفلسطينية إلى غزة كإدارة مدنية وإشراف أمني إسرائيلي؟ وهذا قبل أسبوعين ما كان الحديث الإسرائيلي بأنه يرغب الإسرائيلي بالاستمرار بالإدارة الأمنية لقطاع غزة حتى في ظل وجود إدارة أمنية، وبالتالي وكأنه كان يلوح إلى فكرة استنساخ نموذج رام الله في غزة. لهذا أعتقد أنه هذا الحديث بدأ بشكل كبير الآن، وهو يصبح عبر بوابة الإنسانية، عبر بوابة أن الولايات المتحدة هي من تنجز الهدنة، الولايات المتحدة هي من تفتح طرق الممرات الإنسانية، الولايات المتحدة هي من تؤسس لتخفيف هذه المشكلة الإنسانية، وفي الوقت نفسه هي تصر أن تقول أن لا يمكن التعامل مع غزة في ظل وجود حماس، وخصوصا بعد هذه الحرب. لهذا نموذج السلطة الفلسطينية هل يكون موجود؟ هل تسعى الولايات المتحدة لاحقا لتسويق فكرة أكبر بأن نعم هذه الحرب حدثت، لكن اليوم هي أمام استحقاق في فكرة فرض حل الدولتين على إسرائيل، وبالتالي يعني ننتقل لنموذج جديد من أوسلو بطريقة مختلفة، بطريقة موسعة. أعتقد أن كل السيناريوهات مفتوحة الآن، لأن الولايات المتحدة يعني في النهاية هي باتت يعني من تقرر إما استمرار هذه الحرب أو وقفها أو شكلها وتغييرها. المعركة على الأرض إذا لم تتحول هذه المعركة إلى عبء حقيقي على الإسرائيلي وتشكل له أزمة مركبة وعميقة، وبالتالي تقف ونتعامل مع الأمر الواقع، وبالتالي الاعتراف بنوع من أنواع الهزيمة وبالقبول بما هو موجود بغزة، أعتقد أنه في النهاية ستحاول الولايات المتحدة يعني على الأقل في المرحلة القادمة أن تستثمر البوابة الإنسانية للتأسيس لفكرة شكل الإدارة المدنية القادمة في غزة. طيب، هذه السيناريوهات التي يتحدث عنها دكتور سبيلة، الدكتور عبد الحكيم الوادي، ألا تقتضي وحدة صف فلسطيني؟ نعرف أن الشرخ كبير والهوة الاتساع كذلك معتبرة، ولكن هذا التدويل هو خطير جدا على الفلسطيني، على القضية الفلسطينية، على الدولة الفلسطينية التي يرغب ويسوق لأنه أن هناك نية حقيقية
حقيقية من المجتمع الدولي في هذه القضية الفلسطينية؟ ماذا ستفعل السلطة الفلسطينية؟ ماذا ستفعل كذلك المقاومة لحماية هذه الدولة الفلسطينية من هذا التدويل؟ الأستاذة جوهرة، هذا ليس خطاب شعبوي كما يفعله البعض. وأقول لك الحقيقة، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس يطمح إلى إقامة دولة فلسطينية مهما كان الخلاف. وأؤكد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يقبل بأي بديل أن يأتي على ظهر دبابة إسرائيلية، وهذا الأمر هو سابق لأوانه. لم تنتهي المعركة بعد ولم نرى نتائجها، ونعرف أن من يكتب نتائج المعركة هو المنتصر. أتصور أنهم يألمون كما نتألم، وتصور أن لديهم الخسائر أيضا في إسرائيل، وتصور أن لديهم 600 مليون دولار شهريا أسبوعيا يخسرونها. هناك تضمر شعبي. دكتور عبد الحكيم الوادي، إذا كانت التكلفة السياسية كما يقول الدكتور سبيلة مرتفعة جدا، فهذا يدفع كذلك إسرائيل إلى تغيير مخططاتها أو على الأقل إلى تأخيرها. كيف يمكن رفع التكلفة السياسية لهذه الحرب على إسرائيل بالذات؟ في 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 نطاق المعركة الدائرة، ولا أقول عنها حرب لأن الحرب هي بين نظام ونظام ودولة ودولة، بينما ما يحصل الآن هو حرب من دولة احتلال، جيش نظامي لديه القدرات العسكرية والطائرات والفرقات والغوات. أعتذر أننا فقدنا الخط مع دكتور وديع. أتمنى أن يكون الدكتور غباشي معنا. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك، أنا معك من بدري. أهلا وسهلا بك. نريد أن نتحدث، نعود إذا تفضلت إلى تدبير القاهرة لهذه العملية العسكرية، كيف تبدو لك؟ ونريد أن نتحدث كذلك إذا تفضلت عن الدور الذي لعبته القاهرة في التوصل إلى هذه الأهدنة الإنسانية، وإن كانت الخشية كبيرة من أن تكون هشة كذلك. يعني خلينا أقول لك، القاهرة كانت حاضرة منذ بداية هذا الصراع حتى هذا التاريخ، وبذلت جهد كبير فيما هو مرتبط بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وضرورة الوصول إلى إيقاف إطلاق النار، وإن لم يكن نصل إلى هدن إنسانية وفك الحصار عن قطاع غزة. لكن إسرائيل كانت تتعنت بشدة، ودارت مفاوضات مضنية ما بين مصر، ما بين إسرائيل، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين الطرف القطري، وكان أساسيا أيضا في هذه المفاوضات. ناهيك أن القاهرة كانت قد تعرضت لضغوط في بداية هذا الصراع من حديث إسرائيل عن مسألة التهجير القسري لقطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وكان الرفض المصري قاطعا في هذه المسألة، وتحدث مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي والغربي بأن قبول مصر هذا الأمر بمثابة تصفية لهذه القضية الفلسطينية، وأن مصر لن تقبل ذلك ولن تسمح به أيضا إن حاولت إسرائيل أن تفعله. ودارت مفاوضات إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذه الهدنة التي كانت أو التي سوف تكون 4 أيام، يتم من خلالها يعني الإفراج عن 50 سيرة وطفل لدي المقاومة الفلسطينية، والإفراج عن 150 أسيرة وطفل لدي إسرائيل وداخل السجون الإسرائيلية. ويعني والحماس كان لها رأي في هذا الموضوع، إذا أردنا أن نصل إلى مرحلة لتبادل الأسرى مع المخطوفين علينا أن نوقف إطلاق النار ثم نتحدث بعد ذلك. وحصل إيقاف إطلاق النار، وتمت الموافقة عليه بضمانات أمريكية قطرية مصرية. ومع هذا الموضوع هيكون هناك إدخال لمساعدات إنسانية في حدود 200 شاحنة يوميا، مع 4 شاحنات سولار وشاحنتي غاز، ودي أمل الواقع داخل قطاع غزة، خصوصا أن السولار والغاز كانت تتشدد فيه إسرائيليا قبل ذلك. لكن دعيني أخذك لموقف مهم جدا من وجهة نظري كأستاذ قانون علوم سياسية كمان، أنه إسرائيل بهذه الاتفاقية أعطت شرعية للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة التي كانت تنكرها في بداية هذا الصراع، وكانت تتحدث أن حماس انتهت
وانه لن تعود وان لن يكون لها وجود داخل قطاع غزة. الان اسرائيل ابرمت هذه الاتفاقية مع حماس وبضمانات مصرية امريكية قطرية في هذا النطاق، وانا اتصور ان هذه الهدنة سوف تنجح لانه حجم الضغوط التي تمارس على الحكومة الاسرائيلية شديدة من قبل عائلات واسر الاسرى الموجودين لدي المقاومة الفلسطينية، ناهيك عن الخسائر الإسرائيلية الضخمة التي منيت بها اقتصاديا واستثماريا، والأمر الهام والخطر من وجهة نظر كثير جدا من المراقبين حجم الهجرة العكسية التي خرجت من إسرائيل إلى الخارج والتي تعدت 500,000 نسمة طوال فترة الصراع. طيب أعود إليك الأستاذ سبيلة، بالنسبة إليك إلى أين تتجه الأمور وما مدى قدرة إسرائيل على تحمل المزيد من الخسائر خاصة فيما يتعلق بالخسائر البشرية وهذه الصورة السيئة لدى الرأي العام العالمي؟ يعني هو بلا شك إسرائيل ليست في وضع جيد، لكن في النهاية منذ بداية هذه المعركة بدأت إسرائيل في فكرة خسارة. يعني هي اليوم أعادت ربط هذا الموضوع في فكرة المحرقة، في فكرة تأسيس الدولة، الجميع يجب أن يضحي، وبالتالي لا يجب يعني اليوم اعتبار أن إسرائيل تخشى الخسارة كما كان قبل 7 أكتوبر، لأنه في النهاية 7 أكتوبر خلق واقع جديد إسرائيل بدأت فيه مع خسارة. الجزء الثاني، لولا هذا الدعم الأمريكي المطلق وهذا الدعم الغربي أعتقد أن إسرائيل لم تكن لتأخذ هذه القرارات وهذه الحرب بهذا الشكل، لأنه موضوع دخول غزة بحد ذاته أصبح حجر عثرة عند الكثيرين أيضا في تشكيل الحكومات في إسرائيل. يعني كثير ولكن من بالنسبة إليك دكتور، هذا الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل سيبقى غير مشروط هكذا؟ هل هو دعم سيكون متواصلا مهما كانت الخسائر، مهما كان الرأي العالمي ضاغطا عليها؟ لا أعتقد أنه يعني سيقل، لكن لابد أن يحقق جزء من فكرة تأمين إسرائيل التي انطلقت من أجل هذه الحرب وتولد من أجل هذا الدعم، وبالتالي تأمين إسرائيل يعني أن الكرة في الملعب الإسرائيلي. ولكن ما الذي يؤمن إسرائيل فعلا؟ هذا الذي أريد أن أقوله، يعني فعليا أنه يمكن أن تقول إسرائيل أن القصة أكبر من غزة، لأنه هناك نقطتين يجب أن نركز عليهم، موضوع اجتثاث حماس وموضوع تأمين إسرائيل الذي بنيت عليهم هذه الحرب، هو فعليا قد يعني يقودان الجميع إلى كل زاوية في الشرق الأوسط. يعني اليوم الحديث الأكبر عن فكرة استهداف إسرائيل من الخارج، من البحر الأحمر، من اليمن، من سوريا، من لبنان، فصائل وميليشيات تستهدف الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بدأت اليوم بالدخول تدريجيا أيضا إلى هذه المعارك، هي تقوم بقصف في سوريا، في العراق، وتعلن عن مقتل ميليشيات عراقية، مقتل أو توجيه ضربات إلى مخازن سلاح في سوريا باعتبارها تابعة للحرس الثوري الإيراني. أي أن هناك قدرة لاستدراج الولايات المتحدة تدريجيا لتكون جزء من هذا المشروع، وهذا الموضوع هو فكرة. تتوقع أن تتوسع جغرافية القتال دكتور؟ يعني إذا ما استمرت فكرة التهديدات القادمة من اليمن، وخصوصا مؤخرا في موضوع المؤثر كبير على موضوع التجارة العالمية وعلى باب المندب وعلى بهذه التصرفات، أعتقد هي مضطرة الولايات المتحدة أن تدخل كما هي تتدخل اليوم في سوريا، وكما هي تتدخل اليوم أمام الميليشيات العراقية التي تستهدف القواعد الأمريكية. إذا يعني تدريجيا يمكن أعتقد بعد إنجاز صفقة الأسرى والرهائن الأمريكيين يمكن أن نشهد الولايات المتحدة أكثر تصميما على فكرة تأمين هذه المنطقة، لأنه أيضا هذه المنطقة أصبحت جزء من مشروع اقتصادي أمريكي كبير. شكرا. من الهند قادم إلى أوروبا. شكرا جزيلا لك دكتور عامر سبيلة على كل ما تفضلت به، شكرا جزيلا للدكتور عبد الحكيم وادي ولدكتور مختار غباشي، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.